نكمل بقى مع حضراتكم ونروح هنا عن تأثير بقى الرياضة على السياحة اللي دايما احنا تقريبا في البرنامج بنركز عليها، وزي ما احنا متابعين برضو ان مصر بتحتضن بطولة العالم لكرة اليد في يناير 2021 دي بمشاركة 32 فريق لتكون اول بطولة عالم بتقام داخل افريقيا. ده منذ كام يا جماعة؟ منذ عام 2015. بزاوية اخرى خلينا نقول ان البطولة دي هتشهد زخم اعلامي لتناقل كافة اخبارها، وبالتالي هتكون حملة دعائية وترويجية هنا لمقاصد مصر السياحية بشكل أكيد غير مباشر ومباشر في كافة وسائل الإعلام الدولية وأيضا المحلية. يعني خلينا نقول أن تنظيم مصر بطولة العالم لكرة اليد بيعتبر بمثابة هنا حملة دعائية مجانية بتروج لمصر السياحية، وبالتالي كمان الفترة الراهنة بتتطلب مزيد من الجهد لعرض برامج سياحية وفندقية طبعا للمشاركين في البطولة سواء جمهور أو فرق مشاركة، عشان يبقى في نموذج في الآخر جديد عن فكرة السياحة الرياضية في مصر. كمان خلينا نقول ضروري جدا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للبرامج السياحية، وما نتغفلش أكيد الإجراءات الاحترازية. فيعني إن شاء الله تكون بطولة ناجحة، وإن شاء الله نقدر إن إحنا على المستوى الرياضي والسياحي نكون يعني ناجحين جدا، وكمان نروج لبلدنا بشكل غير مباشر بطريقة السوشيال ميديا أو غيره عن طريق الصحافة العالمية اللي هتكون بتغطي، وناس كتير كمان ممكن تيجي من الخارج إن هي تحضر. فكل ده أعتقد في الآخر بيصب في مصلحتنا. فنتمنى بقى الجزء الأخير الصغير اللي فاضل، السلوك البشري واللي هو المفروض الوعي إزاي نتعامل مع السياح، وإزاي إن إحنا كمان نقدم يعني نكون كده ايدينا في ايد بلدنا وايد الوزارات المعنيه ان احنا نساعدهم ان هم يقدروا كمان ينهضوا بهذا القطاع اللي احنا دايما بنقول مهم جدا علشان الاقتصاد عندنا الداخلي. فان شاء الله كده المنظومه كلها بينا تبقى ناجحه.